واحنا لعبناها لعبنا مع بعض، فالقلم اتحرك كملنا. حتى انا قلت لهم طب انا داخل الحمام وعشان عليا حس، بيقولوا اتشارلي اتشارلي هل يو جيم، اتشارلي اتشارلي هل يو هير، وبنقول هل انت هنا. وانا دخلت الحمام، فدخلت الحمام لقيت مخلوقه عبارة عن ايه بقى يعني؟ العين بيضة خالص والشفايف سودا ومفيش جسم. ايه اللي حصل بقى يعني لما لعبت في بقى لعبوها بقى؟ والورقة اتحرقت ولعت في الحمام. هي انا كنت في الوعي ده، فهي قالت لي راحت، هي قالت وصحابي كانوا واقفين فقالوا لي، قالوا لي ده بتقول او بتقول ده حضرت، وده ضحكت ضحكة بسيطة. بعد ما لعبتوا اللعبة، بعد ما لعبنا اللعبة لما كنت انا عند المذيع والقلم اتحرك فضحكت وقالت الجملة دي. بعدها بقى انتي دخلتي الحمام واللي حصل. تمام. سما في اول ظهور ليها صاحبة واقعة مدرسة المستقبل واللي هتكشف لينا حقيقة الموضوع ده، في الاول عايزينك تعرفي نفسك للناس وقولنا يعني هل لعبت اللعبة دي فعلا؟ لعبتها. قولنا بقى ايه اللي حصل بالظبط يوم الخميس. يوم الخميس احنا كنا قاعدين والمدرسة كلها لعبت معانا اللعبة مرة، فما فيش حاجة لفت، فلعبناها تاني مرة. احنا بقى اربعة لعبناها مع بعض. فواحدة اسمها شهد حميدو وسلمى محمد صبري وسلمى محمد اسماعيل، دول كلهم صحابك اللي كانوا بيلعبوا معاكي؟ احنا لعبناها. واحنا لعبناها فلعبناها مع بعض، فالقلم اتحرك. بعد كده ما خدناش في بالنا، قلنا يمكن نتحرك من الهوا. كملنا. رحت انا قلت لهم طب انا داخل الحمام وعشان عليا حس، دخلت الحمام. بتقولوا ايه بقى لما يعني قبل ما نعرف ايه اللي حصل في الحمام، بتقولوا ايه يعني؟ شكل اللعبه اهي ده كده الشكل المفروض اللي انتوا بتعملوه صح كده؟ هل بقى بيتقال تعويز فعلا او بتحضروا حاجه؟ ايوه، بيقولوا اتشارلي اتشارلي هل يو جيم، اتشارلي اتشارلي هل يو هير، وبنقول هل انتوا هنا. وانا دخلت الحمام يعني قلتوا حضرتوا لو في حاجه حضرت، قلتوا التعويذ اللي المفروض بتتقال على اللعبه اللي هي بالشكل ده كده. تمام. وحضرت والقلم اتحرك، حصل ايه بعد ما القلم اتحرك؟ بعد كده انا دخلت الحمام، قلت لهم عليا حس، فدخلت الحمام فدخلت الحمام لقيت مخلوقه عباره عن ايه بقى يعني؟ اشرحي لنا. العين بيضة خالص في شنين والشفايف سودة ومفيش جسم، راس بس. اه حسيتي بايه في وقتها او عملت ايه؟ كان جسمي مخشب وساعتها وبس، وبعد كده ما افتكرتش اي حاجة تاني. طب بقى صحابك مثلا اللي كانوا بيقولوا ان كان في دم نازل من بقك وسواد نازل من عينيكي وشكلك غريب لا كان عندي فرح، كنت حاطه مسكره ساعتها، فالمسكره ساحت في عيني بس يعني مش دم. حاجه سودا مثلا نازله من عينك علشان الواقعه دي؟ لا. او اي حاجه؟ لا. قالوا انك كنت بتلعبي اللعبه دي في الحمام انت وصحابك؟ انتوا لعبتوا اللعبة بره وبعدين دخلتوا قدام الحمام؟ كان في قدامنا مسافة بين الحمام كده اهو مسافة. وبعد كده بقى مش فاكرة اي حاجة تاني.